السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده انا اشوف حاجة لذيذة، الا وهي من قائمة انسيرت بخش على كويك بارتس، وبعد كده بلاقي فيلد. فيلد دي يعني حاجة بتبقى متغيرة، يعني مثلا لو ضفت التاريخ، التاريخ يتغير كل ما افتح الوثيقة. يعني لو انا جيت هنا وقلت له ضيف لي ديت اند تايم، فبيقول لي عايز ان شكل، قلت له اوكي ضافهولي. بس زي ما انت شايف هو تكست تقدر تعدل فيه وخلاص، انما لا، التاني كويك بارتس فيلد هقول له مثلا عايز ديت، فبيجي يبدأ يجيب لي اشكال كتير جدا. تمام، وممكن تقول له انا عايز الشكل التاريخ الهجري، insert at in list used format، اخر حاجه احنا استخدمناها من هنا. طيب تقول له اوكي، يبدأ يتفرج بالشكل ده. خلي بالك دي عباره عن فيلد، يعني لو جيت هنا قلت له updated هو بيبدأ يعمل updated للحاجات بتاعتك. طيب ممكن تقول له مثلا من كويك بارتس من فيلد او دوكيمنت بروبرتي، دي زي اختصار كده لبعض الحاجات في الفيلد. تقول مثلا اسر، يعني ايه اسر؟ يعني وقد قام بكتابة هذا الكتاب فلان، ففلان ده هيكرر في اكتر من مرة. مثلا كتب هذا عمر، وبعد كده الكاتب عمر. طب ما انت ممكن تعمل ريبليس. لا بس ريبليس ممكن يكون الاسم مشترك مع حد تاني، فالموضوع مش بالسهولة دي. طب اعمل ايه؟ هاجي هنا واقول له كويك بارتس دوكومنتس اسر، تمام، عمر سليم. طب عمر سليم دي ده الاسر، خلينا نخليها من الناحية دي. تمام، خلي بالك الكاتب وكده، يعني شايف دي تكست عادي، انما ده عبارة عن ايه؟ فيلد. طيب لو انا جيت هنا وقلت له ايه برضه، اعمل لي اسر تاني. ماشي، لو انا جيت في اي واحده فيهم وقلت له خليها عمر سليم، حصل ايه؟ اتغير في الوثيقه كلها، عمر سليم بدل ما كان بالانجليزي بقت بالعربي، وهكذا. ممكن مثلا عايز تحط تليفون الشركه، الفون. طيب انت ممكن تكتبه مانيوال، بس هو عباره عن فيلد، لو اتغير في اي صفحه بيتغير فيهم كلهم مره واحده، فده يضمن لي ان انا ما بعتش الورق ويكون في تضارب اسم الشركه القديم مع الشركه الجديد وهكذا. تمام، ده بشتكست، ده عباره عن فيلد، لو اتغير بيتغير في كل حته في المشروع. تعال بقى نبص هنا، هنلاقي مثلا في الفيلد دي هتلاقي حاجات مثلا زي الوقت، سيف ديت، سيف ديت، في عندي مثلا حاجات خاصة بال ال اوتو نمبر، اوتو تكست، ممكن تحط مثلا اقتباس معين، ممكن تحط كومنت معين، ممكن تعمل تشوف قاعدة اف، تبرمج حاجة بقاعدة اف، لو لقيت كذا اكتب كذا، يبقى عندي قيمتين، لو لقيت كذا اعمل القيمة الأولانية، لو لقيت كذا اعمل القيمة التانية. مثلا هنا مثلا صفحات ممكن ترقم بالشكل دوت، ممكن تحط حاجة خاصة بالطباعة وهكذا، فبتلاقي فيها شوية مزايا كتير، وتقدر تعمل انت حاجة خاصة بيك.